ارصد لنا بقى الساعات الأخيرة بعد الهزيمة يا أستاذ علاء. طبعا جمهور الزمالك عمل هاشتاج شكرا لمحاربي الزمالك، وطبعا جماهير الزمالك كانت اعداد توصلت لملايين، شكرت نجومها ولاعبتها على الاداء ده. ده كان عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تمام وكل الصفحات، تمام تمام. لان زي ما انا قلت امبارح ان جمهور الزمالك حتى اللي كان موجود في الملعب سقف للعبته، وان جماهير الزمالك عندها قناعه ان فريقها كان افضل. ده ما زعلش الاهلاويه، ما اعرفش الاهلاويه زعلانين ليه، هو جمهور الزمالك عنده قناعه بكده. هو حكم لا بالعكس، من قال عنده لك ان قناعه جمهور الاهلي زعلان؟ انت جمهور الاهلي من امبارح قاعد يقول هارد لك للزمالك ولعبوا مباراه رائعه، وده لا، يحسب على فكره. في ناس بتقول الكلام ده مش حقيقي، ده وجهه نظرها وبحترمها طبعا، كل واحد وجهه نظر. يا بيه ولا ننظر لده، احنا ننظر للحاجه الحلوه. يعني انا تابعت مثلا قناه الاهلي، ما فيش حد ما طلعش ما قالش ان الزمالك انت رائع. لا انا ما بتكلمش على قناه الاهلي، لا انا بتكلم قناه الاهلي كانت جيده جدا وتغطيتها ممتازه. لا انا بتكلم على الصفحات الخاصه بالجماهير، انا ما بتكلمش على ما انت لازم قناه الاهلي. الصفحات هتلاقي ده وهتلاقي ده يا علاء. ما فيش مشكله، ما احنا برضو لازم نرصد ولازم نقول، زي ما بنقول الجيد برضو هنقول اللي السيء. تمام. طبعا نادي الزمالك مسؤولين خدوا قرار ان هم يتقدموا ببلاغ لمعالي النائب العام ضد طبعا الفيديو اللي تم تصويره ضد لاعب الفريق محمود عبد العزيز الشيكابالا، واللي طبعا ناس كتير جدا تداولته وشافته ان مجموعه قليله، بقول قليله وانا عارف ان هم مجموعه قليله، لان انا شايف ان في حاله رفض للموضوع ده من جماهير الاهلي زي جماهير الزمالك. دي حقيقة. وشايف ان في ناس كتير جدا في جمهور الاهلي مثقفين ومحترمين شايفين المساله تعدت الاخلاق وبعدت عن الدين وعن قيم المجتمع وعن الاحترام. تمام. يعني في احنا كلنا مسلمين واقباط، ديننا بيمنع طبعا التشبيهات بالحيوانات او التشبيه باللون او الكلام عن اللون او عن ان انا شبه انسان ربنا كرمه وخلقه وبجميع الكتب السماويه ربنا كرمه، واللي انا اشبهه بحيوان او اشبهه بكلب. فانا شايف ان كل الناس المحترمين اللي عندها وعي وعندها دين وعندها احترام وعندها تقدير للانسانيه من جماهير الاهلي وجماهير الزمالك رفض هذا المشهد كليا. لان بلد زي مصر ومعاهم وخلي بالك ومعاهم جماهير الاهلي زي ما انت قلت، لانهم دول قله لازم يتحاسبوا، وانا قلت لازم يعاقبوا. انا طبعا بقول كده وانا عارف ان هم قله، وانا بتكلم بقول ان هم قله. ما ينفعش في دوله زي مصر فيها الازهر والكاتدرائيه وفيها علماء الدين المسلمين والاقباط وفيها الرحمه وفيها الاحترام وفيها كل حاجه تبقى مباراه كوره مهما كان حجمها تتسبب في سخريه وتتسبب ان احنا نضرب الحائط بتعليمات جميع الاديان والتعليمات السماويه والتعليمات الربانيه وبالاخلاق والقيم والتعاملات الانسانيه وتوصل المساله لهذا الحد. وده مش تنمر، ده تعدى التنمر. صح. ده تعدى، ده مش تنمر، لا ده كده يعني تجاوزات وضرب يعني ضرب وعدم احترام للقيم الدينيه اللي نزلت في كل الرسائل السماويه من المولى عز وجل. تمام. فطبعا نادي الزمالك خد قرار انه يتقدم ببلاغ لمعالي النائب العام ضد القمه اللي صنعت هذا الفيديو. ضده برضه في فيديو تاني ظهر في الساعات الاخيره برضه هيتقدموا ببلاغ ضده، ان في برضه قله راحت المدافن وبتتلقى العزاء وتقول لك البقاء لله في شيكابالا. طبعا ده يعني هراء 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 من شويه شباب من وجهه نظري. الترند والحاجات دي مسيطره على عقليتهم ومسيطره على ثقافتهم، وانت يعني مع لما انت رايح تقول البقاء لله ومش بقى كلنا هنموت، يعني كلنا هيتقال البقاء لله، وفي حد هيخلف فيها؟ يعني انت بتقول شيكابالا المرحوم واحنا هنفضل عايشين في الدنيا، ولا انت نفسك اللي راح تقول شيكابالا المرحوم انت هتخلي فيها؟ يعني ما انت كمان هتبقى مرحوم، كلها اي انسان هيبقى مرحوم. كلها ظواهر سيئه نرفضها رفضا كبيرا. طبعا مرفوضه رفضا كبيرا، وللاسف دي جديده على المجتمع، واحنا لازم نحارب الظواهر دي علشان ما تنفجرش بعد كده، وممكن تبقى بين فرق انديه الدوري، ما تبقاش بين جماهير القطبين.
ممكن تتحول لجماهير المحافظات الاخرى وتبقى بقى مساله ان انا استعين بحيوان واشبه بيه لعيب كوره او اصغر من لعيب كوره يحمل نفس جنسيتي ويحمل كل حقوقه زيه حتى لو لعيب كوره اجنبي جاي في مصر. بص يا علاء، احنا ضد هذه الظواهر، سواء كان اللي صادرها اهلاوي او زملكاوي او رئيس نادي ساقط او اي حد خارج عن النص او مذيع مش محترم. كل هذه الظواهر لابد ان يحاسب اصحابها حساب غليظ حتى ينظف المجتمع. اكيد طبعا طبعا، الكلام ده طبعا خلق نوع تعاطف كبير جدا جدا مع الكابتن محمود عباس الشكبانه، وخرج الكابتن حازم امام وقال كلام كبير جدا، قال لك فيديو الكلب غرض الاستهزاء بالشكبانه، لكني اود ان اقول انه سيكون وصمه عار تطارد من شارك وايد وبارك هذا الفيديو الهزيل وهذا التحفيل الذي لا يليق بابناء الشعب المصري، وقال لك ان دي عنصريه فجه وده مش هزار ولا دي دعابات. تمام. برضو الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب حراس المرمى الشهير طبعا وناقل 3 كاس امم مع منتخب مصر، كتب رساله مهمه جدا، قال لك خلال 5 سنوات الاخيره الزمالك اثبت فيهم انه كما هو ولم يزل ولم يظل صاحب الرياده والتحدي والانتصارات، وقال لك الزمالك وقال لك شعار الزمالك ثابت هدفه الفوز، وان من ترك ذلك من فترات ما هي الا مجرد كبوه نتيجه عدم استقرار، وان الزمالك في نهائي الامس امام الاهلي اجبر الجميع على الوقوف احتراما له، وما حدث من قله من جماهير الاهلي تجاه محمود عبد الرازق شيكابالا ما هو الا احساس بالعجز امام لاعب الجميع يعلم من هو داخل ارض الملعب، وهو جزء اصيل من كيان نادي الزمالك ومن افضل اللاعبين الذين ارتدوا القميص الابيض، وقال ان جميع جماهير الزمالك المحترمه تساند اللاعب، كما ان جماهير الكره المصريه في الانديه المحترمه والجماهير المحترمه بمختلف انتماءاتها بما فيهم جماهير محترمه من النادي الاهلي ترفض ما حدث مع اللاعب. فطبعا دي كانت حاجه كويسه جدا، وعايز اقول لك برضه انا كتبت ايه برضه بعد اذنك يعني برضه لما انا قلت الناس اللي كتبت اقول لك برضه انا كتبت ايه. اتفضل. انا قلت رساله للمتعصبين، كنت وما زلت وستظل احد اهم لاعبي الكوره المصريه عبر التاريخ. كنت وما زلت وستظل احد اهم لاعبي الكوره المصريه عبر التاريخ.